أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار إليه المصنف بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما أكفرهم وقاتلهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، ووجه دلالته على الأمر الأول في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، إذ يقرون فيقولون لله كما قال فسيقولون لله. وأما دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال فقل أفلا تتقوا، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة. فمطالبتهم بتوحيد الإلهية برهان على عدم انتفاعهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة مزيد تقرير للأمر الثاني.